من قلب مدينة شرم الشيخ حيث منتدى شباب العالم إلى الزميل مينا مكرم. مينا، ماذا لديك في التفاصيل؟ وعلى ما يبدو فمعك لقاء أيضا، تفضل. بالفعل أحمد، لازلنا في متابعة حية على مدار الساعة على شاشة أون لايف لفعاليات هذا اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بمدينة السلام، مدينة شرم الشيخ. نتعرف أكثر على تفاصيل هذه الجلسات الممتدة اليوم، وتابعنا على الهواء مباشرة عدد من الجلسات المختلفة. ربما زميلتي كريستين تحدثت عن الجلسة الخاصة بالمرأة. أتحدث في هذا اللقاء معك أحمد عن جلسة التنمية المستدامة ودور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري. هذه الجلسة التي شهدناها صباح اليوم بحضور الدكتورة غدا والي وزيرة التضامن الاجتماعي. دعنا نتعرف أكثر على انطباعات ومشاركات أحد الحضور، وهو المهندس شريف سرحان، منسق قطاع شمال الصعيد بمؤسسة بكرة لينا، حيث أرحب به على شاشة أون لايف. باشمهندس، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني اليوم كان في جلسة هامة جدا عن دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق وتطبيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري. انطباعك عن مشاركتك في هذه الجلسة وأهم المحاور اللي دار النقاش حولها؟ في الحقيقة بس أحب في البداية أنوه عن أهمية الجلسة دي بالنسبة لنا ككيان مؤسسة بكرة لينا، لأن إحنا في الأول من أهم محاور وأهداف المؤسسة اللي إحنا بنشتغل عليها، إحنا في الأول كمنظمة من نعتبر منظمات العمل المدني، ودورها في دور التنمية المستدامة المفروض ان احنا حضرتك نبقى بنتكلم ان احنا نبقى ان شاء الله فاعلين ومؤثرين في المجتمع، بحيث ان احنا نقدر نوصل الهدف والمحور بتاعنا الاساسي اللي هو التنميه المستدامه عن طريق منظمات العمل المدني اللي احنا بنمثلها بالطريقه والتوجه والفكر الجديد وطريقه الاليات ان شاء الله باذن الله اللي يبقى ليها مردود فعلا ايجابي لكل شباب مصر. بالنسبه النهارده مع الدكتوره غاده كانت تطرقت لاهم النقط اللي احنا والمشاكل اللي احنا بنتعرض لها فعلا على ارض الواقع. أحب أقول لحضرتك إن إحنا النهاردة عندنا في مصر ما يقارب من 50,000 منظمة مدنية، ولكن الفعل إن إحنا محتاجين التفعيل أو الآلية أو طريقة التواصل الصحيحة اللي يبقى ليها المردود الفعلي والإيجابي على الشاب في كل قرية وفي كل مركز وفي كل مدينة من محافظات مصر. وده حضرتك النهاردة أنا هضرب مثل بقطاع شمال الصعيد اللي بتشرف برئاسته في مؤسسة بكرة لينا مصر أولا وأخيرا، وهضرب لحضرتك مثل إن إحنا النهاردة في المحافظات اللي هي كانت طاردة للسكان ما كانش الشاب النهارده قادر ان هو يلاقي فرصه عمل، كان بيحاول ان هو يبحث عنها في العاصمه او في المدن الكبيره. احنا النهارده دورنا ان احنا كنوع من التمكين الاقتصادي الفعلي عن طريق مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر تقدر بالفعل تكون ليها دور ايجابي مع الشاب، بحيث ان هو يقدر يقرر ذاته وما يلجاش حضرتك فهمني للهجره الداخليه، ويوجد نفسه في محافظته ويبقى ليها الانعكاس والمردود المفروض ان هو يكون موجود على ارض الواقع في المحافظات كلها. مهندس هشام، نقطة هامة تحدثت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي عن دور وزارة التضامن ليس فقط في مراقبة منظمات المجتمع المدني، ولكن في مساعدتها على تحقيق الأهداف المرجوة من وجودها في ما يخص التنمية المستدامة. كيف رأيت هذه النقطة تحديدا مهندس شريف؟ بالفعل حضرتك لمست نقطة مهمة جدا وأنا كنت أشرت إليها في كلامي، ألا وهي الآلية. إن احنا حضرتك ببساطة احنا مش محتاجين إن احنا حضرتك نحط قواعد يكون ليها مش قادرين ننفذها، احنا حضرتك محتاجين ان الشاب فعلا يكون عنده فكرة المشروع اللي هو قادر ان احنا ينفذها ويكون ليها مردود عليها، وده احنا حضرتك بنحاول ان احنا يعني نتخطى النقطه ديت عن طريق لجنه التدريب والتثقيف في المؤسسه اللي ان شاء الله باذن الله قادره ان هي تعد الشاب انه يبقى عنده القدره لمواجهه المشروع والتحديات على ارض الواقع عن طريق التاهيل ليه سواء بصفه عامه او التاهيل والتدريب بالنسبه للمشروع اللي هو فعلا حط دراسه جدوته عشان يقدر ينفذه بصوره فعليه على ارض الواقع. أشكرك شكرا جزيلا المهندس شريف سرحان، منسق قطاع شمال الصعيد بمؤسسة بكرة لينا، على مشاركتك وانضمامك لينا في هذه التغطية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان لنا هذا اللقاء مع المنسق لقطاع شمال الصعيد في مؤسسة بكرة لينا في خلال مناقشة ومتابعة إحدى الجلسات الخاصة بمنتدى شباب العالم. كان لنا هذا الحديث حول الجلسة الخاصة بدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق وتطبيق التنمية المستدامة في مصر. عودة إليك أحمد في الاستوديو. شكرا جزيلا لك مينا مكرم، وكذلك شكرا للزميلة كريستين رياض، كنت معنا من قلب مدينة شرم الشيخ. شكرا جزيلا لكم.